رجعنا لكم تاني ومكملين معاكم في اجيال مع دكتور محمد رفعت وفاطمه مصطفى. والرحله النهارده شيقه جدا, شايفه ان احنا ايه طالعين كده تصاعدي, فهنوصل للمرحله الثانيه وهي دخلنا بقى الحضانه وفي السنين الاولى في المدرسه ما قبل المراهقه اللي هو السن اللذيذ الظريف اللي هو بيبدا يتعرف بقى على الحياه. وبتلاقي الاطفال انماط في المرحله دي يا دكتور, في النمط اللي هو الله احنا اصحاب ولاد وبنات وبنلعب والدنيا جميله وحلوه, وفي نمط يميل للجنس الاخر بشكل غريب, هو تلاقيه ولد ملوش غير صحاب بنات او تلاقيها بنت ملهاش غير صحاب ولاد, فده بيثير قلق الاسره بشكل كبير, يحسوا ان ده نوع من الانجذاب الجنسي مثلا ناحيه الجنس الاخر. وفي نوع بقى اللي هو ايه ما تفهملوش انت عايز ايه يا ابني, ايوه انت عايز ايه يا حبيبي, انت طفل ده كان بتحضن وبوس في الفصل كله ليه وعنده كده جراءه في التعامل مع صحابه. عايزين نتكلم على الثلاث انماط دي. تمام, احنا هنا بنتكلم عن مرحله, خلينا نقول مرحله بدايه الدراسه, يعني اللي هي من الحضانه واحنا طالعين. بيبتدي هنا الطفل ينتبه الى, او انتبه هو اوريدي من فتره سابقه, بس بيبتدي يبدي اهتمام بنفس النوع من الجنس. بمعنى هنا الاهتمام ايه؟ بمعنى ان هو يبتدي يشترك في العاب او يبقى عنده اصدقاء ممكن يلعبوا مع بعض او ما الى ذلك. واحيانا الحكايه دي ما بتبقاش ملحوظه قوي لما بيكون الـ المكان ده مختلط, يعني فيه ولاد وبنات. لكن اللي عايز اقوله انه فكره انجذاب الطفل لنفس النوع دي فكره منطقيه جدا, لان هو بيبقى عارف ان دول شبهه في الشكل وفي الحاجات دي كلها. الجديد انا ملاحظه بقى ان كل الاهالي بيقولوا لا ده انا ابني قاعد في وسط البنات ما بيقومش, تقول لي انا بنتي مصاحبه علي وصفي وكلهم نجي كلهم لهم اخرهم ايه دول هم صحابهم حلو قوي. كان في انا هنا بقى هروح لحاجه وهرجع تاني لموضوعنا فورا وهتفهمي قصدي حالا. اتفضل. من الانماط الشخصيه كنا بندرسها في كليه الطب ان في حاجه اسمها انماط الشخصيه, يعني الشخصيه زي ما نقول مثلا الشخصيه النرجسيه, الشخصيه الوسواسيه, صح كده؟ من ضمن الشخصيات, من ضمن انماط الشخصيات في حاجه اسمها الشخصيه الهستيريه. تمام, كان اول حاجه في الشخصيه الهستيريه دي كان اذكر بالخير يعني استاذنا الاستاذ دكتور احمد عكاشه, طبعا استاذنا الفاضل, كان يعلمنا كده, كان يقول لنا جمله لا يمكن تروح من على بال اي دكتور درس في كليه الطب. كان يقول لنا الهستيريكال بيرسوناليتي او الشخصيه الهستيريه اول سمه فيها هي sexualization of non-sexual objects. يعني ايه؟ تجنيس ما هو غير جنسي. طب سؤال, ده فيما يخصهم ولا فيما يخص العالم المحيط؟ ده اللي انا هقولك عليه, ده فيما يخصهم وفيما يخص كل العالم المحيط بيهم. وكان حتى يضرب لنا مثل عبقري الحقيقة, كان يقول لنا واحنا قاعدين في المحاضرة ان مثلا واحدة قاعدة في المدرج وجنبها مكان فاضي, فيجي ولد معاها في المحاضرة يجي يقول ايه هو المكان ده فيه حد ولا ممكن اقعد, فتروح بصاله وتقول له ايه ممكن تقعد بس انا مرتبطة. هو كان يقول لنا كده بزقيه, هو تجنيس ما هو غير جنسي. خلاص كده انت فاهم قصدي؟ اه والله كان ده مثل شهير قوي يعني. تمام كده, او صباح الخير فتقول لك صباح النور بس انا مرتبطه, اصل انا مش بفكر في الجواز او مش بفكر في الخطوبه. هذه الشخصيات هي اللي انت بتحكي عنها بقى حالا. شفتي بقى من ازاي بقى؟ هم اللي بيعملوا اسقاط لتصرفات الاطفال الصغيرين دول المعتاده مع بعض من اسبكت او من وجهه نظر جنسيه. هي الحقيقه وجهه نظر. عندي ملاحظه. اتفضلي. الجيل ده يا دكتور مختلف. هقول لك ليه. يعني انا الاول قعدت اقول لك اه ده احنا هنطلع كلنا الشخصيه الهستيريه دي, بس الجيل ده مختلف. الجيل ده انت لو فرضت فيه حسن النيه هتلبس في الحيطه. لا لا لا, هو حسن النيه. انت فاهم قصدي؟ احنا كامهات بعد اصل يمكن يكون كل الامهات اللي موجوده بقينا هستيريين. لا لا لا, مش كل, لا هو الحقيقه, ايوه الحقيقه انه احيانا الخوف من الشيء, يعني حتى في مثلا يقول لك ايه يخاف من العفريت يطلع له. كل ما كانت درجه الخوف والحرص زائده ممكن يحصل نوع من انواع الترجمه او ترجمه التصرفات. على فكره هي كل حاجه تنفع, يعني انت لو فكرتي حتى لو في ناس بيتكلموا مع بعض كلام عادي, لو الواحد عايز ياخد الكلام ده على انه في سياق اخر, في سياق آخر هي 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 هيمشي جدا الكلام. يعني اسال سؤال, لو انا اللي انا فاهمه من كلام حضرتك ان انا المفروض كأم افترض حسن النيه في طفلي, طالما انه ما هو ممكن يكون منسجم مع البنات دي مثلا بتلعب معاه وشخصياتهم قريبه بالزبط. طالما انا مش شايف ان في حاجه فجه, حاجه تصرف, في ممارسه خاطئه زي ما حضرتك قلت لنا في البدايه, انا كده افهم ان انا ابني ماشي في التمام. بالظبط كده, بالظبط كده. هو كل المطلوب, كل المطلوب مننا مش ان احنا نعنون او ندي اسماء للتصرفات. تمام. كل المطلوب مننا ان احنا نبص على التصرفات دي سواء في البيت او في الحضانه او المدرسه, يعني لان دي شغلتنا, لان دي شغلتنا. احنا شغلتنا ان احنا
احنا مش نراقب لا قدر الله، ولكن نلاحظ. برافو عليكي، نلاحظ تصرفات اطفالنا. فطول ما هو المسائل كلها ماشيه، وده اللي بس هجاوب على سؤالك، انت بتقولي كان قبل كده مش موجود، ليه الموضوع بقى ظاهر دلوقتي؟ من فتره يا فاطمه، من فتره ليست ببعيده بالمناسبه، وفي عمر الامم وتواريخ الامم يعني لما نقول 40-50 سنه دي مش فتره كبيره يعني، حصل حركات تحرر بالنسبه للمراه على مستوى العالم كله، صح كده؟ هتلبسوها للمراه. اسمعني بس، استني بقى. فالفكره في ايه؟ ان المراه كانت زمان ليها دور محدد، ما ينفعش تخرج برا. دلوقتي انا بتكلم على دلوقتي، مش دلوقتي حالا، ده انا بتكلم على 20-30-40 سنة فاتت، ابتدت المرأة تدخل في كل المجالات، صح كده؟ ده انعكس على طريقة التربية. يعني ايه؟ انعكس على فكرة مثلا انه البنت لازم يكون عندها صداقات من الجنس الاخر من اول الحضانة. فكرة ان التعليم بقى قائم على فكرة مثلا ايه، ان الاطفال يعملوا انشطة مشتركة مع بعض، ما يجوش بقى يقولوا ايه زي زمان قوي كان يقولك الولاد في حتة والبنات. برافو عليكي. فبالتالي التطور الطبيعي ده او التطور للافضل احنا نستفيد منه، ما نقلقش منه، احنا دورنا نتبسط. فهمت حضرتك؟ نتبسط بفكرة المرج اللي حصل بين الولاد والبنات، لان هم فعلا زمايل وهيبقوا مع بعض بعد كده في الجامعة وبعد كده في الشغل، مش هيبقى في فيه الخوف، مش هيبقى فيه التوتر، مش طالما انا مربية صح ومركزة. صح كده، صح كده، صح كده. نطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم تاني. رقم الاسم اس 1909 وتليفون 2-18-10-866 والفان بيج بتاعتنا راديو 9090 على الفيسبوك. بقى بتضحك علينا ونفتكر انك ضد المرأة. انا قلت ايه ده، انا ضد المرأة فجأة؟ لا لا لا. رجع على طول خدنا بالسكة الصح. نطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم، خليكم معانا.